السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا محمد أبو العلا يعود إليكم من جديد وبرنامج هام جدا. وحشتوني جدا، كلكم وحشتوني، اللي وقف جنبي واللي ما وقفش جنبي، اللي سأل عني واللي ما سألش عني. قبل ما أقول أي حاجة وقبل ما أتكلم في أي حاجة تخص حلقة البرنامج النهاردة، عايز أوجه الشكر الكبير للراجل البطل الهمام والدي، والست الجميلة اللي ربتني والدتي وإخواتي وحبايبي. عايز أقول لكم بجد، مهما قلت لكم من كلام مش هيعبر عن اللي جوايا، بس عايز أقول لكم إن أنتم السند. بفضل دعواتكم أنا هنا النهاردة تاني، مكمل مشواري تاني، واقف على رجلي تاني. وانتم يا احبابي ويا اخواني، كلكم بلا استثناء، كلكم عملتم معايا وقفه كبيره جدا قدام نفسي. لولا ان انا قعدت فتره ليست قصيره في الفتره الماضيه ما كنتش موجود على الشاشه، ما كانش حصل عندي بعض العراقيل الخاصه، سواء في الحياة الخاصة أو الحياة العملية، برضه ما كنتش فهمت الحياة صح. كلنا إحنا كإعلاميين بنطلع نتكلم عن مشاكل الناس، كلنا إحنا كإعلاميين دايماً بنرصد الحقيقة من حقيقة الواقع في المجتمع الذي نعيش فيه، ولكن عندما نتكلم عن أنفسنا وعن ذاتنا، لابد أن نستوقف لحظة، لابد أن نعيد حساباتنا من جديد. واليوم بعدما بدأت العمل من جديد وإعادة حساباتي من جديد، بقول لكم متشكرين. أنا أهو بشحمي وبلحمي بطولي واقف قدامكم، بقول لكم متشكرين جدا. كل إنسان سأل عليا الفترة اللي فاتت، وكل إنسان كان جنبي الفترة اللي فاتت، وكل إنسان تخلى عني برضو الفترة اللي فاتت، بقول لكم متشكرين. والله بجد متشكر جدا ليكم كلكم فرد فرد. أحيانا بنصاب بالإحباط الجم، الإحباط الكبير في حياتنا. الحياة دي إيه؟ الحياة دي رحلة، رحلة كبيرة وممكن تكون قصيرة. كل يوم في حالات وفاة، الموت ما بقاش يفرق بين كبير وبين صغير. إحنا ليه مش عايزين نقتنع إن إحنا ربنا خلقنا بني آدمين، كل إنسان واخد حقه في الدنيا دي؟ صح قوي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أخي ربنا خلقنا وعارف قدرنا إيه، عارف إيه اللي هنعمله بكرة، عارف إيه اللي بنعمله دلوقتي. هو كاتب ليك قدرك بناء على اختياراتك أنت أصلا، وبناء على الميكانيزم بتاع عقليتك أنت. أنا حقيقة عندي كلام كتير قوي عايز أقوله وعايز أتكلم فيه، بما إن أنا واحد من الناس اللي كنت في المجتمع، قعدت وسط الناس، تفرغت لمشاكلي، تفرغت بعض الشيء لحياتي اللي كان لازم أبص لها. للأسف الشديد واجهت صعوبات وواجهت بعض الأشياء الصادمة الكبيرة جدا في حياتي. لابد أن تتغير نظرة الحياة، لابد أن تتغير الأفكار التي كنا نعيش بها عندما كنا سلبيين. نعم كنا سلبيين، كنا سلبيين لأننا كنا بناكل في طبق واحد، وللأسف الشديد أكلنا في الطبق دوت، وبعد ما مشينا كسرنا الطبق، ما افتكرناش إيه اللي كان في الطبق ده، ما عرفناش إن كان فيه لقمة، كان فيه رغيف عيش قسمناه مع بعض، ما حافظتوش أنتم على رغيف العيش دوت، ما حافظتوش انتم على لقمة العيش دي. يا اخي يعني انا طبعا انت عارف، انتوا عارفين انا بكلم مين، طبعا انتوا عارفين انا بوجه رسالتي لمين. في البداية انا بشكر ربنا، بشكر ربنا قوي، الحمد لله ان انا ما زلت بينكم، والحمد لله ان انا ما زلت واقف وهفضل واقف، علشان انا اتربيت على ايد راجل علمني يعني ايه رجولة، علمني يعني ايه شهامة، علمني يعني ايه اصرار، علمني يعني ايه عزيمة. كان دايما يقول لي يا ابني هترجع تاني وتقف تاني وهتبقى أسد، هتبقى شامخ تاني زي ما كنت أسد بتجيب حق الغلابة. أنا رجعت لكم تاني ببرنامجي هام جدا عشان أكون صوت للحق،
أكون سيف جزار لكل فاسد. الإنسان اللي بيسعى دايما للنظرة اللي يقدر يجيب بيها أو للطريق اللي يقدر يجيب بيه حق الآخرين، مستحيل إنه ما يعرفش يجيب حقه، حتى لو طال الوقت، حتى لو طال الأمد. مهما طال الحق راجع، كل إنسان بياخد حقه. ربنا يكفينا شر الظلم وشر الافتراء. انتوا طبعا في حياتكم كلكم بتتظلموا، ممكن تتظلم بكلمة، ممكن تتظلم بنظرة، ممكن تتظلم حتى بتعميم عام في حياتك أصلا وانت مالكش فيه. وقوفي النهاردة رسالة، رسالة لكل واحد تعرض في حياته الظلم، تعرض في حياته الكسرة. لازم تكون واقف، تكون صامد، تكون راجل، لأن أكيد اللي رباك راجل، أكيد اللي وقفك وعلمك راجل، يبقى لازم تطلع راجل، بس اوعى تظلم حد. والعفو عند المقدرة. نعم العفو عند المقدرة، ولكن الحياة وما بها من بائسات وما بها من ظلم ومن بها من أعاسير تجعلنا نقف لحظة أمام النفس. نعم النفس التي صدمت كثيرا، نعم إنها الحياة بصعوباتها. نحن اليوم في إكمال مسيرة برنامج هام جدا، بشكركم كلكم، بحبكم كلكم، كل الناس. أنا عندي قناعة كاملة إن ربنا الرزاق الوهاب قادر على كل شيء. عندي موضوعات كتير جدا جدا، كنت عايز أتكلم معاكم في حاجات كتير لكن وقت الحلقة للأسف الشديد مش هيسمح. عندي موضوعات في غاية الأهمية هتكلم فيها بعد الفاصل، عندي ضيف جميل جدا هنستقبله بعد الفاصل وهو إعلامي كبير وله برنامج كبير جدا، برنامج إنساني اطمئناني حياتي. ده كله إن شاء الله هنتكلم فيه بعد الفاصل، فاصل ونعود. المتوفية خديجة، ده نفسك المتوفية. نزلت تحت بعد 10 دقايق اللي جاي لي الدكتور نفسه وقلنا مش لاقي دكتور بيني.
بعدها بنص ساعه قال لك ده احنا محتاجين 6 جهاز دم تاني، اكتب لك قرنيه تروح صرفهم من الزقازيق، مع العلم ان الدكاتره كلها ما كانوش عارفين الفصيله ايه. طبعا كنت انا عرفت ان الحاله ان الجنين اتوفى. تمام. قلت يا عمر ربنا، بس اهم حاجه ربنا يقوم امه بالسلامه عشان الاطفال الصغيره دي. الدكتور علي الدار مدير المستشفى قال ده الحاله جوه تمام ومستقره، بس هي محتاجه ساعتين في العنايه المركزه تفوق. احنا مفوقين الحاله على الطرق قدام السجن، مفيش حد جنبنا، رحنا العنايه ساعه ما الدكتور شاف قال لك يا جدعان، قال لك الحاله دي. أول ما بدأت كان عمري حوالي 8 سنين. كل اللي فاكره إني كنت وقتها مشترك في الإذاعة المدرسية، كل يوم الصبح أقول حديث نبوي أو نشيد. اللي كان بيشجعني وقتها أمي وأبويا، اللي شايفين ابنهم البكري عنده الموهبة والقدرة إنه يقف قدام مايك ويتكلم قدام الناس. وبرغم خبرتهم البسيطة في الوقت ده، إلا إنهم كانوا مهتمين جداً إن أطور من نفسي، وكأنهم شايفين وعارفين المستقبل بعينيهم ومتأكدين إن هي دي سكتي اللي ممكن حقق فيها ذاتي. فضلوا ورايا بإمكانياتهم البسيطة والمحدودة. أمي تدخلني الأوضة وتقفل عليا وتشغل كاسيت وتسجل لي وتقول لي قول النشيد أو الدعاء اللي حفظته النهاردة، وبعد ما خلص ألاقيها شالت الشريط وخبته في الدولاب. فاكر شكلها وملامحها وهي بتقولي عيد من الأول، انت عندك أحسن من كده، وعينيها مليانة حماس رهيب. ما كنتش فاهم وقتها، لكن كان بيديني دافع اني أبقى أحسن علشان أبسطها. وده تسجيل بصوتي سنة 90. ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما. خلصت المرحلة الابتدائية ودخلت إعدادي، وبقيت من تلقاء نفسي مستمر في الإذاعة. أمي وقتها كانت متابعاني من بعيد، ما هي حطت البذرة وكل يوم كانت بتسقيها لحد ما كبرت وبدأت تشق طريقها لوحدها. وساعتها تعرفت على مجموعة من الفنانين، فيهم اللي بيغني واللي بيعزف واللي بيرسم. وما رحت المرحلة الثانوية العامة دخلت فريق الكورال، وفي كل مناسبة وطنية كنا نروح قصر الثقافة علشان نحيي المناسبة دي. حبيت سكة الفن قوي، وخاصة لما موجهة الموسيقى شاورت عليا وقالت للمدرسة اللي ولد ده صوته حلو، وده اللي شجعني في مواجهة مجموعة من الشباب المحبطين اللي كانوا بيسخروا مني في الوقت ده. وكل اللي كنت بحسه إن في حاجة جوايا عايز أقدمها وأوصلها، في جوايا حاجة بتقولي كمل، بس إزاي وأبدأ منين ما كنتش عارف، لكن كنت بحاول أسعى واجتهد وأعمل اللي عليا. لحد ما قابلت مجموعة من الشباب وقالوا لي ده في منتج عايز يعمل لنا شريط كاسيت. قعدت أفكر وقتها وقلت وماله لما أجرب، ما حسبتش ساعتها اللي أنا هعمله ده صح ولا غلط. كل اللي كان في بالي إنه باب ممكن أكسب منه خبرات ومعارف جديدة. وفعلا سجلت أغاني بصوتي ونزل لي أول أغنية في ألبوم كاسيت، وبوسترات مالية الشوارع، وبدأت أدخل المجال أكتر وأعمل أغاني خاصة بيا أو أغني لأي مطرب تاني. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد. وظيفي الجميل صاحب البسمة، صاحب نظرة الأمل، صاحب نظرة التفاؤل، الإنسان بمعنى الكلمة الذي قدم مضمون حقيقي في مجال الإعلام، إنه الإنسان محمد هشام. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا أهلا، إزيك يا فندم؟ الله يخليك، منورنا والله. أنا سعيد إن أنا معاكم النهاردة. إحنا أسعد كتير طبعا. طبعا إحنا كان لنا ميعاد سابق، بس إحنا طبعا مش عارفين يعني ظروفنا بقى يعني، لكن إحنا سعداء جدا. حوالي سنة تقريبا. من حوالي سنة بالظبط. نورتنا النهاردة جدا يا أستاذ محمد. شكرا جزيلا. عندنا موضوعات كتير جدا في غاية الأهمية، زي ما انتم شفتم كده يا جماعه في الفاصل. الاهمال الطبي المستمر الذي يؤدي الى الوفاه. التقرير كان باختصار شديد جدا. معايا مين يا جماعه التليفون؟ الدكتور هشام مسعود، وكيل وزاره الشرقيه. دكتور هشام، ازي حضرتك؟
اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب وطيب يا دكتور هشام، منورنا والله. خليك، تسلم تسلم. دكتور هشام، مش عارف حضرتك شفت متابع معانا من اول الحلقه ولا لا، تقرير السيده الذي قتلت على يد طبيب طبقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي بالشرقيه. طبعا ده موضوع في غايه الاسف، وحتى الان هذا الطبيب او هذا الدكتور يعمل في مجال عمله، مع ان في حكم محكمه وفي تقرير طبي بيقول انه هو من تسبب، او الاهمال الطبي الجسيم هو من تسبب في قتل السيده. تمام يا فندم. الحقيقه الفور علمي بالموضوع خلاص، انا انتقلت للمستشفى ومعايا مدير اداره المستشفيات وفريق من المحققين. سمعت كل الاطراف اللي موجوده والتمريض اللي موجود. الاهل المتوفى كانوا موجودين في المستشفى وشايفين الاجراءات اللي انا عملتها. هم عملوا محضر شرطه وتحول للنيابه، وانا كمان عرضت على معالي المحافظ بايقاف الاطباء، طبيبين هم خلاص لحين انتهاء التحقيقات، وتم ايقافهم بالفعل عن العمل خلاص، وتجديد الايقاف مره تانية طبقا للقانون خلاص، لكن ما كناش نملك ان احنا نجدد بعد المره التانية التجديد، لكن خاص بتقرير النيابه او المحكمه او الطب الشرعي خلاص لسه لحد دلوقتي ما وصلش ليا اي اجراءات عشان اخدها ضد الطبيب. ازاي يا فندم؟ ازاي دكتور هشام؟ والموضوع طبعا الموضوع كان موضوع كبير جدا في الشرقيه وعمل ضجه كبيره جدا، انها حياه انسانه يعني. حضرتك تم ايقافه؟ لا، احنا معلوماتنا بتقول او بتاكد ان ما زال الطبيب بيعمل حتى الان في مكانه. لا، يعني انا بقول لحضرتك هو توقف مرتين ورا بعض، كل مره 3 شهور، لكن بعد كده انا مملكش ان انا اوقفه اكتر من كده طبقا للقانون. طب استسمعك يا دكتور هشام بعد اذن حضرتك، بس تخليك معانا على التليفون. بس معانا محامي المجني عليها الاستاذ محمد النجار، كان عايز يوجه رساله او يقول حاجه. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد النجار. السلام عليكم يا استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ معانا. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ محمد، انت معانا على الهواء. استاذ محمد، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك، انت معانا على الهواء يا استاذ محمد. ومعانا السيد وكيل وزاره الصحه الدكتور هشام مسعود. بس استاذنك بس وطي التلفزيون عندك عشان تسمعنا. استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، احنا سامعين حضرتك. بقول لحضرتك اسمعني لو سمحت. معانا الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحه بالشرقيه. نعم. انت حضرتك حابب تقول حاجه في وجود السيد الوكيل؟ انا عايز اقول طبعا الموكل بتاعي ده طبعا اسره بسيطه جدا، تمام. الحاله ديت حاله من المجازر، كانت مراته يعني من اسره بسيطه وراحت تولد في مستشفى من القمح المركزي. طبعا اللي كان المفروض الاخصائي اللي هو هيولدها اسمه الاستشاري محمد عبد الفتاح. الاستشاري محمد عبد الفتاح ده طبعا هو المفروض هو الدكتور المقيم في قلب المستشفى. تمام. وبعدين الدكتور احمد عيد عطيه. طبعا الدكتور الاستشاري المفروض اللي هو الدكتور المقيم محمد عبد الفتاح اللي هيولد الحاله اساسا، الدكتور ده راح يولد في مستشفى ايه؟ خاصه. انت سمعنا دكتور هشام؟ معانا دكتور هشام على التليفون؟ اه، مع حضرتك يا محمد. يعني 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 محامي المجني عليها بيقول ان كان اصلا الطبيب المختص اللي هو الدكتور محمد عبد الفتاح هو استشاري النساء والتوليد في هذا التوقيت، المفروض ان هو كان موجود، هو اللي كان المفروض ان هو النبطشي تقريبا في المكان، مش كده يا استاذ محمد؟ نعم نعم. ولكن الطبيب المفروض هيولد الحاله اسمه ساب طبعا ده دكتور مقيم، ساب المستشفى ومشي راح يولد في مستشفى خاصه، واللي كان الدكتور احمد عيد عطيه كان موجود، وده كان بيتفرج على التلفزيون. دخل يعني دخل ايه؟ دخل يا استاذ محمد؟ كان بيتفرج على التلفزيون في ماتش شغال. وكان بيتفرج على الماتش وساب الحاله جوه تعبانه وبتموت، وبعد كده اداها حقن الطلق، وبعد كده الحاله دخلت ايه؟ اتفجر الله الرحم وتفجر الجنين والاثنين ماتوا. طبعا وخد برضك زوج الحاله وطرده بره المستشفى ونداه للامن، والحاله ميتها جوه بقالها 6 ساعات، وبيقول له الحاله ايه؟ في العنايه المركزه. احنا دلوقتي انا بقول باي ذنب قتلت؟ باي ذنب قتلت دلوقتي خديجه محمد احمد
واسره بالكامل اتشردت دلوقتي. طيب استاذ محمد ثواني، دكتور هشام تعقيب حضرتك ايه يا فندم على كلام المحامي المجني عليها؟ انا بقول لحضرتك ان احنا بمجرد زي ما قلت لحضرتك كده الواقع، بمجرد علمي بيها في نفس اليوم في نفس الوقت انتقلت للمستشفى واطلعت على الدفاتر اللي موجوده والمين اللي كان موجود ومين اللي ما كانش موجود، في نفس اليوم اتعرض على معالي الوزير المحافظ بايقاف الطالبين عن العمل خلاص لحين انتهاء التحقيقات بمعرفه النيابه العامه، خلاص فور وصول اي اجراءات ليا من النيابه العامه هتتنفذ فورا على الطبيبين. انا يا استاذ محمد يا استاذ محمد دلوقتي الكلام اللي بيقوله الدكتور هشام كله كلام ما فيش فيه اي اساس من الصحه. لا استاذ محمد لو سمحت استاذ محمد اتحفظ بس على اللفظ لو سمحت. الدكتور هشام هو الدكتور المسؤول، هو دكتور وكيل وزاره الصحه في الشرقيه، فكل كلامه هيكون كلام مصدق ولكن طبقا للتقارير قد تكون هناك تقارير غير مظبوطه. يعني انا دلوقتي المحضر ده اتعمل في شهر 12/2018 تمام، والمحضر ده تقرير الطب الشرعي جاي 25/8/2019. منين اتوقف؟ ولحد دلوقتي المفروض ده اساسا الدكتور ده الاثنين دكاتره ده طبقا لتقرير يعني الطب الشرعي اللي ثبت خاطئ الدكتور احمد محمد عبد الفتاح والدكتور احمد عيد عطيه، وقال هم المسؤولان من الوجهه الطبيه الشرعيه مسؤولين عن ما ترتب على ذلك الخطا من احداث ومضاعفات صحيه خطيره ادت لموت الام وجنينها. انا دلوقتي بتكلم دلوقتي اتوقفوا امتى هم كلهم شغالين في قلب المستشفى؟ قول لي طلباتك يا استاذ محمد، انت عايز تطلب ايه من الدكتور؟ يا محمد بيه اتفضل يا دكتور هشام. لحظه يا استاذ محمد لو سمحت، انا تحفظي على الاستاذ محمد المحامي اللي بيتكلم. اتفضل يا فندم. انا عارف طبعا خلاص ان في حاله متوفاه وكل العزاء للناس خلاص وربنا يصبرهم ويعوض عليهم، لكن انا بتكلم كلام مظبوط، ما بتكلمش اي كلام خلاص عارف من الصحه زي ما هو بيقول. خلاص تجلات المستشفى موجوده خلاص بايقاف الاطباء عن العمل، معالي المحافظ اصدر القرار في نفس اليوم، معنى ان معالي المحافظ يصدر قرار انه بيروح لشؤون العاملين تنفذ القرار، والقرار بالفعل اسمح لي يا دكتور هشام اسف للمقاطعه، يعني هو حضرتك بتقول اصدرت قرار بايقافهم لكن هم رجعوا دلوقتي؟ لا لازم هيرجعوا فندم طبقا للقوانين. لحظه محمد بيه شغالينه في المستشفى كل يوم. لحظه محمد لو سمحت، استاذ محمد بعد اذنك معالي الوزير بيتكلم لو سمحت بعد اذنك. هو مش انا مش المفترض النهارده ان في قانون بيقول اوقف قد ايه والمده قد ايه والكلام ده، ولا انا مثلا يا فندم اذا كان هناك قانون يا معالي الوزير، اذا كان هناك قانون بيقول اوقف امتى وما اوقفش امتى، ايضا في انسانيه وفي رحمه وفي حياه. حضرتك الولد اللي يا محمد بيه هو بيتكلم، هو حاليا بيتكلم في الشق الاداري دلوقتي. طيب هو بيتكلم في الشق الاداري دلوقتي الشق القانوني. المفروض انت عايز ايه يا استاذ محمد؟ انت طالب ايه دلوقتي يا استاذ محمد؟ انت طالب ايه؟ انا بطالب القصاص دلوقتي. انا بقول باي ذنب قتلت دلوقتي؟ انا دلوقتي دي دلوقتي واحدة مش قادرة تولد عند دكتور خصوصي معاها 6-7000 جنيه عشان تولد ايه خصوصي، راحت المستشفى ماتت. شكرا استاذ محمد النجار، بشكرك جدا استاذ محمد، بشكرك جدا. دكتور هشام ارجو النظرة بعين الرحمة، أسرة تدمرت. يا فندم اسمح لي يا محمد بيه بعد إذن حضرتك، ما أنا سامعك والله. اتفضل إذن حضرتك. اتفضل يا دكتور هشام. خلاص هو دلوقتي في شق بنائي موجود زي ما المحامي بيتكلم بالظبط. نعم. هل انا النهارده اللي بعمل الشق الجنائي ولا بمجرد ما يتحكم عليهم؟ هو خلاص اذا كان في حكم هيتنفذ. يا سيد الفاضل، المسؤول له دور كبير جدا في سرعه الاجراءات واخذ اجراءات عنيفه خاصه اذا كانت تمس حياه مواطن. دكتور هشام انا بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا، ونرجو ان كل واحد ياخد حقه في البلد دي، في خاصه احنا في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن يكون لكل مقام مقال وكل إنسان ياخد حقه، لأن احنا خلاص احنا تعبنا فعلا. يعني بشكرك جدا دكتور هشام، وبشكر الأستاذ محمد النجار. بعود لضيفي الكريم من جديد الأستاذ محمد هشام. أنا واحد من الناس من عشاقك، يعني من عشاق برنامجك، من عشاق كلماتك، من عشاق فكرتك، وبحب جدا أنا كإنسان، وطبعا أكيد غيري، يعني أنا لما بمر بحالة معينة بدخل على اليوتيوب وبجيب برنامج اطمن،
ممكن احط على الستوس بتاعي، ممكن اتكلم باسمه، ممكن اعيش الحاله نفسها. انت عملت لينا حاله من خلال مسمى اسمه اطمن، اللي وصل لقلوب كل الناس. كلمنا كده الاول عن محمد هشام. اكلمك عن محمد هشام ولا اكلمك عن اطمن؟ كلمنا عن محمد هشام الأول. يعني انا محمد هشام طبعا مواليد السويس، بدأت في مرحلة الفن زي ما سمعنا في التقرير اللي كان موجود دلوقتي من وأنا عندي 8 سنين. والدي ووالدتي كانوا مهتمين جدا بالموهبة واستمرت فيها. قدمت أشعار وقدمت أوبريتات وطنية للسويس وقدمت أغاني، جت فترة من عمري غنيت وكمان قضيت وقت كنت بقول فيه شعر، لكن طول الوقت ما كنتش حاسس أن أنا عارف أسخر الرسالة بالشكل المطلوب. عندي إحساس أن في حاجة عايز أقدمها للناس بس ما عرفتش اقدمها عن طريق الغنى ولا عرفت اقدمها عن طريق الشعر. فلما جاتني فكره اطمن حسيت ان هي دي السكه وهو ده المجال اللي انا هقدر اقدم منه الرساله، والحمد لله لقى استحسان كبير من الناس زي ما حضرتك بتقول كده. طيب برنامج اطمن او فكره اطمن وهذه الكلمات والطريقه الابداعيه في الوصول لقلب المحبين لمحمد هشام، ازاي استوحيت الفكره دي وليه الاسم ده تحديدا وليه الطريقة المختلفة عن الجميع؟ بص احنا يعني في ظل الظروف الصعبة اللي احنا كلنا بنمر بيها الناس بتحتاج لحد يطبطب عليهم، وبطبيعة الحس الفني اللي موجود عندي وبطبيعة ان انا في وقت من الاوقات كنت بقول شعر، فلقيت نفسي في يوم من الايام قاعد حاسس ان انا عايز اقدم موضوع جديد. فقلت لزوجتي في الوقت ده بقول لك انا عايز اقدم موضوع جديد، وقلت لمجموعة من أصدقائي برضو راحوا قالوا لي طيب هتقدم إيه؟ قلت لهم والله أنا أقدم برنامج اسمه اطمن، بنناقش القضايا المجتمعية والحياتية اللي بنشوفها كل يوم في بلدنا وفي بيوتنا. راحوا لي والله محمد الناس ما بتحبش الكلام دلوقتي، الناس يعني نسمعها بقى كلام سوري يعني هلس شوية مش عارف إيه والكلام ده كله. أنا رهنتهم على نجاح الفكرة في الوقت ده، وقلت لهم مش ممكن بلدنا ومش ممكن الوطن ما يكونش متشوق لسماع الكلمة الطيبة والكلمة الكويسة اللي تصلح من أحوال البيوت وتهدي نار الغضب اللي موجودة في البيوت. وفعلا نزلت أول حاجة كانت خطبة الوداع لسيدنا النبي، وفي الوقت ده نسبة المشاهدات كانت كويسة 86,000، وأنا كان طبعا بالنسبة لي المشاهدة دي 86,000 رقم كبير بالنسبة لي في ظل ما أنا لما كنت بجيب 50 لايك وقتها كنت بكون سعيد جدا يعني. فمن هنا جت الفكرة. طيب أنت زي ما أنت بتقول إن أنا راهنتهم وقلت مش ممكن أبدا هيكون المواطن أو هيكون الإنسان المصري مش متشوق لسماع الكلمة الطيبة والإحساس الطيب. بعد ما عملت الحالات دي هل انت عملتها مستوحاة من خيالك انت؟ يعني انت ساعدت نفسك بنفسك، ايه اللي انت عملته؟ ايه افكار يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي مثلا كتير جدا من الشباب برامج زي برامج السناب شات وغيرها من البرامج الاخرى يعني والتيك توك والحاجات دي بيوصلوا برضو للناس، ولكن هناك مضمون. انت ازاي ساعدت نفسك؟ يعني انت بتظهر بشكل كويس، في طريقه اخراجيه كويسه، في حديث وفي لهجه، هل كان في توجه من حد، في حد في ظهرك؟ والله طبعا، وكان اللي في ظهري والدي، والدتي، امي، الناس القريبين مني اللي عمرهم ما هيخنوني ولا عمرهم هيقولوا لي مثلا كلمه تحبطني. بالعكس كانوا دافع كبير في حياتي من ساعه ما كنت بتكلم وقول وانا عندي 8 سنين امي وابويا وقفوا في ظهري لحد ما كبرت واتجوزت ولقيت نفسي ماشي في السكه دي ولقيت ناس بتدعمني. اول ناس دعموني طبعا وكانوا مؤمنين بالموهبه ومؤمنين بالكلام اللي بقوله كان والدي ووالدتي واخواتي طبعا البنات وزوجتي. كلمه ليها معنى كبير قوي اللي عمرهم ما يخونوني. انا هكلمك بقى كواحد من المتابعين، يعني دايما بحس في برنامجك وطريقتك ان انت عندك احساس دفين كده، في حاجه مدفونة جواك هي اللي مخلياك بتطلع الكلام ده بالإحساس ده بالتعبيرات دي. أصل مش ممكن جدا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خرج من القلب وصل إلى القلب. أنت كلامك بالفعل بيوصل للقلب، فأكيد في حاجة جوه القلب، في حاجة متخبية. طبعا هو أنا مولود في بقي معلقة دهب؟ ما احنا كلنا تعبانين وكلنا تمرمطنا في الدنيا والحياة، والدنيا خدتنا وودتنا وشفنا في حياتنا مصاعب كتير ومشاكل كتير ومرنا بظروف صعبة كتير وحالات يأس وناس محبطين وناس تتريق عليك ومواقف كتير صعبة جدا يعني. فيجوز هو ده السر وراء الإحساس والمشاعر اللي بتوصل للناس على طول. نعم.
طيب انت امتى بيستوحى ليك او امتى بتطلع النهارده تقول انا هطلع اتكلم مثلا؟ يعني انا في حلقه من الحلقات بتاعت حضرتك كان عاجبني قوي مقطع كنت بتوجه بيه رساله للمجتمع باسره باختلاف طبقاته، اللي هو المقطع اللي كان في مضمونه ان كان في حد راكب عربيه همر ومعدي وفي حد قاعد يشوف الراجل اللي راكب العربيه. الايحاء ده، الافكار دي بتجيلك من ايه يعني؟ والله القصه دي بالذات كان قالها الشيخ الشعراوي وانا قلتها بطريقه مختلفه وشفتها من وجهه نظر تانية. انا شفتها من وجهه نظر الرضا وما تبصش اللي في ايد غيرك علشان هو كمان ناقصه حاجات. اللي انت بتبص له ده اكيد ناقصه حاجات كتير بس انت مش شايف، وانت كمان ناقصك شويه حاجات. وزي ما قلت لك كده، الراجل نزل له من العربيه وقال له طيب انا عندي فشل كلوي، تديني كليتك وتاخد فلوس من عندي؟ راح الراجل قال له لا خلاص مش عايز حاجه يا سيدي، انا كده زي الفل، خليك في حالك وانا في حالي. الحقيقه كلمات جميله واشياء مؤثره. قول لي مين في حد من الفنانين، في حد من الاسماء الكبيره حاول يساعد محمد هشام، حاول ان هو يعمل له حاجه يوقفه، حاول يوصل صوته للناس بشكل او باخر؟ بص اكيد في ناس بتساعد، لكن مش المساعده اللي الواحد كان متوقعها، والواحد بقى خلاص معتمد على نفسه مش مستني حد. لان ياما الواحد شبع وعود من ناس، ياما الواحد ناس قالوا لك هيقفوا جنبك وهيدعموك وهيوصلوك لفين، وكل الكلام ما كانش بيطلع حقيقي. فالواحد قرر ان هو ما يعشمش في حد ويعشم في ربنا اللي هو بالفعل وصل صوتي. انا كنت دايما يعني عندي دعوه بقولها، كنت بقول دايما ايه، اللهم بلغ صوتي للافاق واجعلني سبب في اسعاد العباد. مرت السنين وفاتت السنين وانا حتى نسيت الدعوه، لكن رب العباد ما نسيش، لان انا كنت بقولها في الوقت ده باخلاص، وجيت في وقت من الاوقات قلتها قدام باب الكعبه نسيتها، لكن ربنا ما نسيش. فكان عشمي فيه كبير جدا، وطول الوقت كنت مصدق ان انا هوصل لحاجه معينه وهوصل للناس. حاولت مره واثنين وثلاثه، خبطت على بيبان كتير جدا، لكن لما ربنا اشاء ان الباب ده يفتح فتح. محمد لو قلت لك قول لي حاجه دلوقتي، بس حاجه ما اتقالتش قبل كده، تقدر تقول لنا حاجه؟ لا بص، هو طبعا السكريبت اللي انا بقوله لازم يكون متحضر كويس قوي علشان اقدر اقوله يعني بشكل كويس. يعني مش زي عمار الشريعي وزي العباقره الكبار دول، لما كان بيجي له فكره كان بيكتبها ويقعد هو قاعد ويقولها ويرتلها وهو قاعد ويترنمها وهو قاعد. طبعا كل ده بيحصل، ده انا ممكن اقوم من النوم، انا من كام يوم كان انا بعد الكتاب الجديد هينزل السوق ان شاء الله في معرض الكتاب 2020 ان شاء الله، فمطلوب مني ان اكتب حاجه جديده، فانا نايم جنبي وجنبي الاجنده وجنبي قلم، ممكن اكون نايم وافكر في حاجه اقوم اكتبها وانام تاني. فبيحصل يعني. محمد، اللي بيحصل في الاونه الاخيره في المجتمع العربي وخاصه ما حدث اخيرا في غزه، ما فكرتش تعمل حاجه لغزه؟ ما فكرتش تعمل حاجه لاخواتنا في سوريا، لاخواتنا في غزه، لاخواتنا؟ والله بص، هو طلب مني كتير جدا، ولو دخلت على الكومنتات عندي هتلاقي ناس من فلسطين وناس من سوريا وناس من بلاد مختلفه اتكلم عن الحاجه الفلانيه، بس انا والله مش حابب. انا حابب بتكلم عن الموضوع لما بحس ان الموضوع بقى ترند وكل الناس بتتكلم عنه. ساعات اوقات بحس بيني وبين نفسي ان في ناس بتتاجر لدرجة إن في ناس بيعملوا أغاني مهرجانات وبيعملوا أغاني بأشكال مختلفة علشان يعدوا مشاهدات ويعدوا لايكات. فأنا بتوقف في الوقت ده عن الموضوع ده، ولما يخلص الترند ممكن أتكلم بعد كده. لكن أنا بالرغم إن أنا عارف إن مهما أتكلم عن غزة ومهما أتكلم عن فلسطين أو سوريا مفيش كلام هيوصف الحالة اللي موجودة دلوقتي، مفيش كلام هيوصف طبعا، لكن أملنا في ربنا كبير يعني. طيب لو قلت لك قول لي حاجة دلوقتي تقول لي إيه؟ هقول لك حاجة. بص طبعا الناس ساعات بتتخيل اللي بيقوله ده شعر، لكن طبعا هو مش شعر، بس انا عارف ان انت كنت متوقف عن العمل لفتره، وعرفت كمان ان انت في ناس كتير كانت بتهاجمك وفي ناس كتير كانت بتحاول تحبطك. والله وانا جاي في السكه كده افتكرت حاجه كنت بقولها لنفسي وقدمتها للاصدقاء على الفيسبوك، كنت بقول ايه، كنت بقول اصبر على تمن البدايات واوعى تستسلم، وما تفتكرش انك هتنجح من غير ما تتفرم وطوب الأرض هيقف ضدك، هتتعب وهيحبطوك وهيشككوا في قدراتك، كمل وتعبك مش هيضيع، وخلي عندك أمل، والأمل إنك تكون مؤمن بهدفك وإنت بتسعى ليه، وكلك ثقة إن ربنا هيعينك وبحسن ظنك فيه وسعيك هتوصل. الله عليك يا محمد. الكلمات دي والطريقة دي
هل انت اللي بتبقى يعني ده مستوحى من خيالك انت بتقعد تكتبها كده، ولا في عندك مؤلف، في عندك ملحن؟ لا انا هكون صريح معك، هو انا دلوقتي عامل حوالي 106 حلقه. 106 حلقه لما حد بيكتب لي حاجه بكون كاتب ان دي اعداد فلان الفلاني. اوقات في موضوع بيعجبني على الفيسبوك، قصه مكتوبه على الفيسبوك بتعجبني جدا، باخدها واقول الدرس المستفاد منها في الاخر. وفي طبعا معظم الحاجات انا اللي بكتبها من واقع بنعيشه، او قصه حضرتك حكيتها لي فانا جسدتها في موضوع او حلقه من الحلقات، وبنقول منها الدرس المستفاد في الاخر. انت عارف بطبيعه البرنامج في ناس كتير جدا متصل بيا بتقول لي والله ده انا حصل مع جوزي كذا، ده انا واحد صاحبي عمل معايا الموقف الفلاني، فباخد القصص دي وابتدي اطلع منها درس مستفاد ونوضحه للناس. تمام. طيب انا معايا تليفون، معايا رجل الاعمال والمنتج محمد داشوري. محمد ازيك حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا ريس؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب يا ريس. قلت لي لما ترجع هكلمك في موضوع في غايه الاهميه. خير في ايه يا محمد؟ والله كنت عاوز اتكلم شويه عن صعيد مصر. صعيد مصر صغير كده، كنت عاوز الخصه لك، مش عاوز اخد من وقتك كتير. الصوت يا محمد بيه، سامعني كده كويس؟ اتفضل. كنت عاوز اتكلم عن سوهاج بشكل خاص. يعني حاصل كده عندنا كام حاجه مش ظريفه ومش لطيفه وغير مقبوله يعني خالص. زي ايه؟ يعني زي بنتكلم في محافظه مثلا كبيره زي محافظه سوهاج كتعداد وكمكان، يعني هي من المحافظات الكبيره جدا في مصر. رقم واحد. رقم اثنين، في حاجات بتحصل فيها مهازل. بقينا دلوقتي احنا بنتكلم في، يعني اكلمك في ثلاث نقط كده اساسيين في الموضوع حاصل، يعني انا شفتهم بعيني عن تجربه. رضيوا عننا يعني من قريب كده، حصل موضوع كبير وحاجه جميله كده فرحنا بيها. الصرف الصحي اللي موجود في مصر هنا من اكثر من 100 سنه خلاص هيوصل عندنا، فبقينا مبسوطين بالخبر الحمد لله، الناس بدات تهتم بينا. فلما نزل زي موضوع ايه اللي يلحق، يعني ايه اللي يلحق في، اسف في التعبير. اتفضل. النهارده مثلا احنا في مركز زي مركز البليان، نزل في قريه الصرف الصحي، عدى في قريه وعدى قريه وراح لقريه بعديها من غير ما يدخل فيها. تروح تتكلم يا جماعه ازاي ده انتوا ماشيين بخط كامل، ادخلوا القرى دي، يعني الناس دي موجوده، الناس دي مش معدومه، دي قرى وتعداد، يعني دي قريه تعد 6-7000 نسمه ومحتاجه، ده حقها، انتم معديين عليها بالوصلات ادخلوا لها. قال لك طيب. لا والله احنا ايه القريه الثانيه دي فيها ناس عارفه تتكلم بلسانها، فاحنا مع اللي بيتكلم يعني. طيب محمد انت موضوعك كبير، انت بتتكلم عن محافظه كامله ومراكز. الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه اتكلم عن الصعيد واتكلم عن كيفيه تنميه الصعيد، لكن انت لازم تيجي بقى عندنا حلقه ونتكلم في الموضوع ده بشكل اكبر ان شاء الله باذن الله. محمد بشكرك جدا. معايا تليفون تاني، الحاج محمد حبيب. اهلا بيك يا حاج محمد. معايا تليفون تاني، الحاج محمد حبيب. اهلا بيك يا حاج محمد. مرحبا بيك يا محمد. ايه ازيك يا حاج محمد؟ اهلا وسهلا بيك يا حاج. اهلا وسهلا. قول لي يا حاج محمد اتفضل. يا ريت حضرتك تديني مساحه بس ولو خمس دقايق. يعني مش انا هديك مساحه بس مش خمس دقايق. طيب انا ما قداميش خمس دقايق اصلا. اتفضل. في عجاله لان هذا حبيبي، في عجاله لان هذا الموضوع كبير جدا. اتفضل يعني. اتفضل. هاتوا لنا يا جماعه حد منوط من وزاره الصحه يا جماعه، او حد عشان خاطر الحاج محمد. اتفضل يا حاج. انا الحاج محمد حبيب المفوض وامين الصندوق عن الجمعية الخيرية لمرضى الكبد والأورام. اتفضل يا حاج. الموضوع مشتول السوق شرقي. اهلا بيك. اتفضل. المشارة برقم 3511. نعم. لسنة 2018. الموضوع في عجالة. تبرع لنا احد المواطنين وهو المرحوم محمود السيد بدوي بمساحة ارض اكثر من 10,000 متر مربع بغرض اقامة مستشفى لعلاج الكبد والاورام بمشتول السوق شرقي. تمام. بالمجان لمين يا محمد بيه؟ للفقراء والمحتاجين من اهالي الشرقيه خاصه ومن باقي محافظات مصر عامه. وهذا المشروع يا محمد بيه يقام بالجهود الذاتيه.
نعم. وهذه المستشفى تتكلف تقريبا 300 مليون جنيه دون الأجهزة الطبية. طيب يا حاج محمد، يا حاج محمد اسمعني لو سمحت، المستشفى هتكلف 300 مليون جنيه صح؟ شريف. انتم كمتبرعين يعني، او انتم مسؤولين عن التبرعات دول، جبتم كام يعني؟ معاكم في الصندوق كام؟ احنا دلوقتي حضرتك لمينا حوالي 600,000 جنيه وموجود في البنك الاهلي المصري فرع مشتوت. 600,000 جنيه من 300 مليون؟ طيب انت عايز ايه يا حاج؟ قول لي انت عايز ايه؟ لسه شهرين اتنين بس بدأنا نلم. طيب انا دلوقتي بقى طالب معالي السيد محافظ الشرقيه بيد مد العون لنا وتخصيص مبلغ مالي. حاولوا تقولوا المحافظ يا جماعه لهذا المشروع. حاضر. والطرح الكبير. طيب. وتذليل الصعوبات. طب يا حاج محمد، يا حاج محمد لو سمحت اسمعني بعد اذنك، وعد مني شخصي وانا ابنكم وانا اللي هتبنى الموضوع ده، وانا بنفسي هحدد ميعاد مع السيد المحافظ ومع السيد الوزير المسؤول كمان يعني، واحنا ان شاء الله باذن الله هنروح له ونحاول. طبعا ده موضوع كبير يعني، اجيب 600,000 من 300 مليون ده موضوع كبير جدا. بشكرك جدا جدا على مداخلتك معانا، بس انا اسف جدا علشان وقتنا، لكن وعد مني احنا كبرنامج هام جدا ان شاء الله بامر الله هنحاول نتبنى هذا الموضوع لحد ما نجيب لكم الشيء المطلوب بامر الله. ارجع تاني للاستاذ محمد هشام. محمد يعني في الفترة الأخيرة ظهر كتير من البرامج وظهر كتير جدا من بعض الشعراء أو يقال عليهم شعراء، وأصبح لهم نسب مشاهدة كبيرة جدا. أنت شايف أنت فين من دول؟ يعني أنت في أنهي صف؟ عندي مثلا يعني أنا ينفع أقارن محمد هشام بهشام الجخ؟ أو أقارن هشام محمد هشام بأميرة البيلي؟ أو يعني أي حد من هؤلاء الشعراء، أنت فين من دول؟ أنت قريب من مين؟ أنا عايز أحدد محمد هشام. والله أنا بحب الاثنين، أنت قلت اسمين والاثنين أنا بحبهم جدا، وطبعا بالأخص الشاعر الجميل هشام الجخ. من زمان جدا وأنا بسمع له من قبل الثورة تقريبا، من قبل 2011 هشام. طبعا كلنا من عشاقه يعني. فطبعا دول شعراء. أنا كنت زمان بقول شعر وبكتب شعر، لكن دلوقتي السكة بتاعتي ملهاش علاقة بالشعر، يمكن طريقة الإلقاء شبه شوية، لكن ملهاش علاقة بالسجع بتاع الشعر والشكل أو المضمون بتاع الشعر خالص يعني. نعم. طيب في حاجة، في خطوة جاية، في أنت يعني في نقل المحقيقة لو لعبت يا زهر طبعين يعني الناس دي كلها بتطلع يعني بنسمع. والله بص، في خطوات ان شاء الله كويسه جايه، وانا زي ما قلت لك في البدايه عندي عشم مع ربنا كبير قوي، فمش بيأس الحمد لله بفضل ربنا يعني. محمد انت الوقت معاك بجد يعني، انا محتاج، انا كان لازم تكون معايا الحلقه دي بصرف النظر عن وقته حتى لو 5 دقايق يعني، وسعيد جدا بوجودك معايا النهارده، لكن لازم يكون لينا طبعا ان شاء الله حلقه، للاسف الشديد وقتنا يعني للاسف يعني خلاص شبه انتهى. فانا عايز بقى دلوقتي تقول لنا حاجه نختم بيها وننهي بيها وما تتكلمش خالص، وما تتكلمش خالص. المخرجه بتقول لي ما تخلوش يتكلم. طب هو هيقول الشعر، هيقول لا انا مش هقول شعر، بس انا عايز الشباب اللي بيسمعوني اتفضل بقى قول. انا بس قبل ما تقول يا استاذه بعد اذنك، بس انا عايز طبعا يعني عايز قبل ما محمد يقول كلامه او يقول التراتيل بتاعته، انا بسميها تراتيل لانها حاجه جميله جدا، ده تخيلاتي وافكاري انا يعني. عايز اتوجه بخالص الشكر العميق بجد يعني حقيقي للاستاذ محمود العوامري اللي اتاح لي الفرصه ان انا اكون موجود النهارده معاكم، وان شاء الله اسبوعيا من 6 لـ 8. النهارده كان يوم استثنائي. استاذ محمود صاحب شركه وكاله ميديا لايف للانتاج الفني والاعلامي، بشكرك جدا. بشكر كل اخواتي، كل انسان وقف جنبي، كل انسان اتصل بيا وسال عليا الفتره اللي فاتت دي، كل انسان دعمني. بشكر ابويا وامي، تحياتي ليكم جميعا. اتفضل يا محمد. والله انت حسن الختام يعني، انا ما ينفعش اتكلم بعد الكلام اللي انت قلته، بالاخص ابويا وامي، لان اللي انت قلته ده انا كنت اقوله يعني. انا عايز اوجه رساله لكل الشباب اللي بيسمعوني، لو عايز تنجح في حياتك، عايز تكسب فلوس، عايز تعمل اي خطوه في حياتك، بالله عليكم ابوك وامك. عايز تكسب فلوس ابوك وامك، لو مسكت فلوس بقى في يوم من الايام وسع على اهلك، ربنا يوسع عليك. لا اقول اقول ايه؟ اقول يعني انت قول لي اقول لي عشان هنختم خلاص، انت قول حاجه من حاجاتك. لا يعني مش حافظ والله. مش حافظ؟ طب هو مش حافظ مش ده اي حاجه كده الناس عايزه تسمع محمد هشام اي حاجه؟ لا والله مش من القديم. لا مش متذكر. قول لي حاجه عن الزوجه اللي ما وقفتش جنب زوجها، وقول لي حاجه عن الحاجات دي. ما هو انا لازم اكون محضر
انا مش مش محضر دلوقتي حاجه اقولها على المشاهدين على الهواء، لكن خلوهم يسمعوها بقى على اليوتيوب. طيب على الفيسبوك. الهدف ده. هدف وحلم في انت كان في حاجه حلوه قوي قلتها عن هدف عن حلم عن تحقيق امنيه، انا لسه شايفها على فكره امبارح بس. يعني اقولها اكيد. لا ما هو انا مش حقيقي مش فاكر انا نزلت اصلا، لان في ناس اوقات هي اللي بتتم ماسكه الصفحه. لكن انا زي ما قلت كده، انا يعني كان نفسي الوقت يسمح ان انا افضل اتكلم عن ابويا وامي وزوجتي وصديقي اللي واقف في ظهري وواقف جنبي، احمد رأفت المخرج اللي انت اشدت من شويه بالشكل المحتوى اللي بيظهر بيه على السوشيال ميديا. فانا عايز اشكر الناس دي، وان شاء الله لينا لقاءات تانية كتيره جدا، كن محضر بقى حاجه تسمعها اكيد ان شاء الله. محمد انا بشكرك جدا جدا بجد، نورتني النهارده، وحقيقي انا 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 كبرنامج هام جدا او مسؤول عن برنامج هام ومقدمه، انا بقول لك انت حاجه جميله، انت حاجه نظيفه في الوسط اللي للاسف تلوث تلوثت الاذن بسماع بعض الاشياء الغير محسوبه على مصرنا الحبيبه. أعزائي المشاهدين بشكركم جدا جدا، ودي كانت أول حلقتنا من برنامج هام جدا بعد فترة غياب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. معادنا كل يوم أربع من 6 لـ 8 في نفس الميعاد، وأنا مستني تليفوناتكم واتصالاتكم ومشاكلكم، وأنا بقول لكم محمد أبو ليلى دايما معاكم واقف في ظهركم وجنبكم. بشكركم جدا وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من برنامج هام جداً.